بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنبدأ في حاجة مختلفة عن الأفعال. طبعا أنتم عارفين أنه آخر الحلقات الماضية أنا ركزت فيها على دروس الأفعال، يعني مثلا هذا المستوى الانترميديت أخذنا فيها الهيلبينج فيربس، أخذنا الأزمنة حلقة 14، حلقة 15 مضارع مستمر، الأزمنة أزمنة أزمنة. بعد كده اتكلمنا عن تكلمنا على المبني للمجهول passive والactive، تكلمنا عن causative verbs، تكلمنا عن linking verbs، تكلمنا عن transitive and intransitive verbs، تكلمنا عن phrasal verbs. تمام؟ إذن أنا كانت كل دروسي على الأفعال، يعني أنا مسكت الأفعال وقعدت أجيب هي دروس الأفعال كلها وراء بعض. الحقيقة ما خلصت لسه، في دروس تانية أفعال، بس أنا حسيت بالملل من المتابعين في عملية الأفعال، عشان كده حبدأ في حاجة تانية. اليوم حنتكلم على pronouns، الضمائر. الضمائر أكيد ما حنخلص الضمائر كلها في حلقة واحدة. تعال نشوف من هي الضمائر. أول حاجة الضمائر عبارة عن كلمات. pronouns are words that substitute for nouns. الضمائر هي كلمات تستبدل عن الأسماء. يعني بدل ما نقول محمد بنقول هو. هو هذه pronoun، هي. أوكي؟ هذه الفكرة العامة. طيب كم نوع عندي من الضمائر؟ في عندي مجموعة من الضمائر. نبدأ في personal pronouns، الضمائر الشخصية. أنا حرفع الملف هذا وأرجوكم تنتبهوا، التابس الموجودة تحت هذه هي الدروس. أوكي؟ لو لقيت لهم كده نقط إنه هي لسه فيه كمان، يعني حرك. أوكي؟ شوف كيف الدروس كلها جاية من هنا من تحت. تعال نشوف مين أول درس فيهم، اللي هم personal pronouns أو ضمائر الضمائر الشخصية. في الضمائر الشخصية عندي نوعين، personal pronouns الضمائر الشخصية، we have subject pronouns ضمائر الفاعل، and we have object pronouns ضمائر المفعول به. okay subject pronouns object pronouns. what are the subject pronouns؟ عندي سبع كلمات، I he she it you we they. I he she it you we they، هذه السبع كلمات هم اسمهم ايش؟ ضمائر الفاعل او subject pronouns. طيب ايش هم ضمائر المفعول به او object pronouns؟ me him her it you us them. me him her it you us them. okay وهذه لو سمحتوا ما حد يقراها hair، عشان hair معناها شعر. اوكي هذه تنطق her her، me him her it you her، وليست hair. استاذ ايش معنى I؟ I معناها انا. طب ايش يعني me؟ me معناها انا. I و me الاثنين نفس المعنى، ولكن ال I هي فاعل subject pronoun، وال me مفعول به object pronoun. طيب يا أستاذ أنا كيف أعرف إن هي subject ولا object؟ عشان تعرف هي subject ولا object لازم تطالع على الفعل، على الverb. شوف هذا الكاتب في النص. إذا كانت كلمة أنا قبل الفعل معناته أنت بتتكلم على subject، هتقول I. إذا كانت كلمة أنا بعد الفعل معناته أنت بتتكلم على object، بتتكلم على مفعول به، هتستخدم me. وهكذا هي وهم الاثنين معناها هو، لكن هو قبل الفعل، هي هو بعد الفعل، هم she her it هي آسف it and so on. وهكذا okay. مثال عليها he is reading. طيب فين الفعل هنا؟ the verb is reading right، هذا هو الفعل. انت استخدمت الضمير قبله ولا بعده؟ لا استخدمت قبله. قبله إذن انت هتاخد من هنا اي واحدة من هنا كانت تزبط. انا اخذت ايش؟ اخذت هي، هي از ريدنج. لو اخذت شي صح، لو اخذت ات صح، يو وي، كل اللي هنا بدام قبل الفعل كلهم صح. هي از ريدنج. طيب تعال نشوف الجملة اللي هي الاوبجكت. سامي ميت هير يسترداي. سامي ميت هير يسترداي. اها فين الفعل هنا؟ ويرز ذا فيرب؟ ذا فيرب هير از ميت. سامي قابلها، قابلها هي بالأمس.
سامي قابلها بالأمس. أوكي؟ فهذا الفعل مت قابل، قابلها هي. أوكي، كلمة هي قبل ولا بعد الفعل؟ لا، بعد الفعل. بعد الفعل إذا أنت بتتكلم على مفعول به، على object، وبالتالي لو أخذت أي واحدة من هنا كان طلعت صح. أنا أخذت هنا her، قابلها. سامي met me yesterday، سامي قابلني بالأمس. سامي met him yesterday، سامي قابله بالأمس. قابل محمد، قابل علي، قابله. سامي met us yesterday، سامي قابلنا نحن بالأمس، and so on. إذن مرة تانية، الـ personal pronouns عندي subject pronouns ضمائر الفاعل، وعندي object pronouns ضمائر المفعول به. الفاعل I و he و she و it و you و we و they، والـ object me و him her it you you us them. إيش الفرق بين الاثنين؟ ضمائر الفاعل، العمود هذا دائما قبل الفعل، العمود هذا دائما بعد الفعل. في عندي هنا نوت، ملاحظة، any sentence should have a subject، أي جملة في اللغة الإنجليزية لازم يكون فيها subject. قد يكون pronoun، قد يكون noun، يعني قد يكون he، قد يكون محمد، my friend، my father، قد تكون she، قد تكون Sarah، my sister، my mother، and so on. أي جملة في اللغة الإنجليزية إجباري فيها فاعل، سواء على شكل ضمير pronoun أو على شكل noun. Okay, but it's not necessary to have an object، ولكن ليس بالضرورة أن تحتوي الجملة على مفعول به. هذا اللي هنا مش شرط، هذا بنسميها تكملة الجملة، ممكن تيجي ممكن ما تيجي، إنما هذا السبجكت إجباري في أي جملة يكون موجود. أوكي، عرفنا كم نوع؟ عرفنا نوعين، عرفنا السبجكت بروناونز، عرفنا الأوبجكت بروناونز. تعال ناخذ حاجة تانية اللي هي بوزيسيف. بوزيسيف اللي هي الملكية، والملكية الحقيقة بتكلم عن حاجتين. The first one is possessive adjectives، صفات الملكية، and possessive pronouns. طبعا هتقول لي يا أستاذ هذه صفات انت ليش مدخلها في الدرس هنا؟ نعم كلامك صحيح، هذه صفات الملكية، لكن عشان نربطها في الدرس هذا عشان تفهم، لان هم طبعا الدرس قريب جدا من بعض، هذه مع هذه، عشان تفهم الربط بين الاثنين. انما هذه هي الضمائر possessive pronouns، وهذه بنسميها possessive adjectives. اوكي، ايش هي البوزيسيف ادجكتيفز؟ ماي، هيز، هير، اتس، يور، اور، ذير. ماي معناها لي انا، يعني ماي كار سيارتي، ماي فادر ابي، ماي مادر امي، اند سو اون. هيز يعني له هو، بنقول هيز بوك كتابه، هيز فريند صديقه، هير لها، her bag شنطتها، her pencil مرسامها، her father أبوها. it's ملكية للجماد، ملكية للجماد. يعني مثلا أنا بتكلم على الباب فبقول لك its handle is broken، its handle is broken، يعني يده أو مقبضه مكسور، بتكلم على الباب، على يد الباب. its handle. okay، your معناها لك أنت، your computer يعني هذا الحاسب لك أنت، your friend صديقك، your sister أختك. قد تكون أيضا your للجمع، example your teacher أستاذكم للجمع. okay، your books كتبكم، our لنا، our house بيتنا، our street شارعنا، their لهم هم، their for example what، their car سيارتهم، their book كتابهم. okay، إذن هذه لي أنا، له هو، لها هي، له أو لها للجماد، لك أنت أو لكم أنتم، لنا لهم. النوع الثاني اللي احنا قلنا عليه possessive pronouns هو عبارة عن mine، his، hers، هنا ما في، yours، ours، theirs، that's it.
mine, his, hers, yours, ours, their. طب ايش المعاني؟ نفس المعاني تمام. mine معناها لي انا، ملكي. his ملكه، hers ملكها، yours ملكك او ملككم، ours ملكنا، theirs ملكهم. طب يا استاذ نفس المعنى، متى استخدم ده ومتى استخدم ده؟ بنفس المنطق تماما. لما فرقنا ما بين الفاعل والمفعول به، قلنا اللي هنا بيجي قبل الفعل واللي هنا بيجي قبل المفعول به، صح؟ واللي هنا بيجي بعد الفعل، هنا قبل الفعل وهنا بعد الفعل. نفس المنطق تماما. هنا بنقول بناخد البوزيسيف ادجكتيفز اللي هو العمود هذا، صفات الملكية، اذا استخدمتها قبل الناون، قبل الاسم، قبل الكلمة الملكية اللي انت بتتكلم عليها، قبل الملكية هنستخدم من هنا. بينما لو استخدمت الناون او الاسم او الملكية اللي انت بتتكلم عليها واستخدمت الضمير بعده، هتستحتاخد من هنا. تعال نشوف الاكزامبل. The father is so kind. Their father is so kind. ابوهم طيب جدا. Their يعني لهم. Their father ابوهم. طب ليش اخذنا their ما اخذنا theirs؟ اوكي تعال نشوف. بتتكلم على ايش انت؟ بتتكلم على الاب، مظبوط؟ يعني الاب هو الملكية لانه هو ابوهم. اوكي استخدمت قبل ولا بعد كلمة الملكية؟ قبل ولا بعد؟ لا استخدمت قبل. قبل هناخد من هنا. اي واحدة من هنا هتكون معاك الجملة هذه صح. يعني لو قلت my father is so kind، صارت ايش؟ صارت ابي طيب جدا. his father is so kind، ابوه طيب جدا. her father is so kind، ابوها طيب جدا. your father is so kind، ابوك طيب جدا، او ابوك وهكذا، ابوكم وهكذا. this house is ours، هذا المنزل لنا، هذا المنزل ملكنا. نيجي نطالع هنا، بتتكلم على ايش؟ بتكلم على الهاوس، يعني الناون اللي انا بقول عليه هنا هو الهاوس. اوكي استخدمت قبله ولا بعده؟ لا استخدمت بعده. بعده خد اي واحد من هنا تزبط معك. فممكن تقول طبعا الجملة هذه معناها هذا البيت لنا او ملكنا. طيب this house، تعال نغير هذه، this house is mine، هذا المنزل لي انا. this house is his، هذا المنزل له. this house is ours، no sorry theirs، هذا المنزل لهم، وهكذا. اذا نقول مرة تانية انه في عندي الملكية نوعين، صفات الملكية وضمائر الملكية، وهذا داخل في درس الضمائر. my his her it's your our their، هذه اذا كنت بتستخدم كلمة الملكية او صفة الملكية قبل الناون، قبل الاسم اللي انت بتتكلم عليه. اذا استخدمته بعده هناخد ضمير الملكية possessive pronoun، my his hers ويورز وأورز وديرز. وزي ما انت شايف هذه كلها كلمات تنتهي بالاس ما عدا الاولى، mine، his hers yours ours. اوكي طبعا هنا في خلاف عليها، في خلاف. بعض الكتب بتقول ممكن نستخدم هنا برضو its، بعض الكتب يقول لك لا هنا ما في استخدام نهائيا، يعني it's not big deal، يعني مش هذيك المشكلة الكبيرة. المهم ناخذ فكرة عنها. في عندي نوت، في ملاحظة. possessive adjectives could be at the beginning and in the middle of the sentence. بيقول لي الكلمات هذه ممكن تيجي في البداية، يعني زي ما انت شايف استخدمت انا في البداية their father is so kind، استخدمت their في البداية. اي واحدة من هذه قال لي ممكن تيجي في بداية الجملة، ممكن تيجي في منتصف الجملة. يعني ممكن اقول this is their father، this is their father، استخدم their في منتصف الجملة. طيب possessive pronouns هذه اللي هنا possessive pronouns could be in the middle of the sentence or at the end of the sentence. ضمائر الملكية ممكن ان تأتي في منتصف الجملة او في نهاية الجملة، يعني هذه الكلمات دائما تأتي في المنتصف او في النهاية، و99% هي في النهاية على فكرة، 99% هذه الكلمات في النهاية. ممكن تأتي في البداية بس لازم يكون قبلها في سياق في الكلام. اوكي يعني مثلا محمد بيقول my car is expensive، بيتكلم مع علي بيقول له my car is expensive،
فرد عليه علي قال له ايش؟ ماين از فيري تشيب، او بدا في الجمله فيها، لكن ايش؟ لا، سياق الكلام علي كان بيقول سيارتي غاليه، فرد عليه الثاني قال له حقتي اللي هي ايش؟ ماي كار، سيارتي انا عاد، از تشيب، رخيصه. فاستخدم هنا ماين، ممكن هذه في المحادثات، انما غالبا في الجمل العاديه من ناحيه جرامر هذه بتيجي في البدايه وفي المنتصف، هذه بتيجي في المنتصف في النهايه، وغالبا في النهايه. لو شفتها في البدايه ما هي غلط، تيجي في المحادثات حسب سياق الكلام. اوكي، عرفنا كم نوع من البروناونز؟ ما شاء الله، عرفنا السبجكت بروناونز، عرفنا الاوبجكت بروناونز، عرفنا البوزيسيف بروناونز، كمان فوق حاجه ثانيه عرفنا البوزيسيف ادجكتيفز. اوكي، تعال ناخذ الديمونستريتيف بروناونز. ديمونستريتيف بروناونز اللي احنا بنسميها بالعربي اسماء الاشاره، عارفينها اسماء الاشاره، درس معقد جدا في اللغه العربيه، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وللقريب وللبعيد وللمفرد والمثنى وللجمع والمذكر درس جدا معقد بالانجليزي يا محلا، هم اربع كلمات. demonstrative pronouns عندي هنا قريب near far بعيد، قريب بعيد، عندي هنا singular مفرد plural جمع. في حالة المفرد القريب بستخدم this، هذا this. This example: this is my book. It is in my hand. هذا هو كتابي. إنه في يدي. شوف في يدي. كتاب واحد يعني مفرد. وبيدي يعني قريب مني. عشان كده قلنا this. بينما that للمفرد برضو بس للبعيد. يعني أنا بشاور على حاجة بعيد. بنقول that إذا كانت مفرد. That is my book. It's over there on the table. ذلك هو كتابي البعيد، هذا هناك هو كتابي. إنه فوق الطاولة، ليس قريب مني. إذن بتشاور على حاجة مفرد بعيد بنستخدم ذات. طيب الجمع، الجمع قريب بنستخدم these are my books. They are here in my case. هؤلاء هم كتبي، إنهم هنا في شنطتي. أوكي، الشنطة بيدي فاتحة، إذن هذا الجمع بتكلم على كتب قريب مني وجمع، قريب وجمع، إذن these. لو كانت جمع لكن بعيد هنستخدم those. Those are my brothers. They are standing there. هؤلاء هم إخواني، إنهم واقفون هنا، بعيد، جمع those. أوكي، إذا مرة تانية نقول this singular near, that singular far, these plural near, those plural far. And ملاحظة سريعة إنه لا تنطق هذه these ولا هذه those، النطق الصحيح هي بالزا، these those، تماما زي ما بننطق هذه. إيش بنقول عليه؟ ما بنقول is، صح؟ بنقول is بالزا، نفس الشيء هنا، these and those. اوكي، هذا نوع اخر من الضمائر، demonstrative pronouns. تعال ناخذ كمان نوع واحد اضافي اللي هو الreflexive pronouns، او الضمائر الانعكاسيه. الضمائر الانعكاسيه وهي اللي هي بنفسي، بنفسه. ايش هي الضمائر الانعكاسيه؟ هناخذهم نقرا المثال مباشره. Myself. I'm looking at myself. I'm looking at myself. أنا أنظر إلى نفسي. أنا بطالع على نفسي. نفسي هذه عشان كده اسمها انعكاسية. يعني بتنعكس على الفاعل. Okay. أنا أنظر إلى نفسي. Himself. He hurts himself. هو جرح نفسه. هو جرح نفسه. He hurts himself، أو هو يجرح نفسه، ليس يجرح. herself، she loves herself، هي تحب نفسها. she loves itself، she loves herself. next، معلش أنا ناسي ال full stop at the end. itself، it plays with itself. بتكلم على قطة، بتكلم على حاجة جماد، حاجة حيوان، بقول هي قاعدة تلعب مع نفسها، مثلا قطة أو الكلب. next، ourselves. Ourselves.
ولاحظ ourselves اختلف، هنا كانت self بالاف، هنا صارت V-E-S selves. ourselves معنى بنفسنا، أنفسنا. we blame ourselves، نحن نلوم أنفسنا. we blame ourselves. next themselves، themselves برضو جمع. they sold themselves، هم باعوا نفسهم، هم باعوا نفسهم. they sold themselves. yourself، yourself عشان تيجي you مفرد أنت، وممكن تكون أنتم، فقال لي ممكن تستخدمها مفرد وجمع. لو كنت تستخدمها لا مفرد حتقول yourself. okay like enjoy yourself، enjoy yourself، تمتع بنفس، تمتع بوقتك. enjoy yourself معناها انبسط. next yourselves جمع you should be yourselves، يجب أن تكونوا أنفسكم، يعني لا تقلد غيرك. you should be yourselves، هذه بنسميها إيش؟ reflexive pronouns، الضمائر الانعكاسية. في عندي ملاحظة هنا بقول لي reflexive pronouns words are same words of emphatic pronouns، يعني في عندي أحيانا بيسموها هذه الكلمات emphatic pronouns اللي هي الضمائر التأكيدية، التأكيدية اللي هي مثلا أجي أقول لك I've done my homework by myself، أنا سويت الواجب بنفسي، بنفسي أنا بأكد الموضوع، بنفسي أنا سويت الواجب، ما حد ساعدني. أوكي، ونفس الموضوع طبق عليها، هي الكلمات بس المعنى بيكون هنا تأكيدي، هنا المعنى انعكاسي، لكن هي الكلمات myself himself and so on. الحلقة الجاية إن شاء الله حكمل معاكم باقي للبرونونز. أنا وقفت عند الرفليكسيف برونونز، تذكروا ما تنسوا عند الرفليكسيف برونونز. الحلقة هذه طبعا في الإصدار القديم هتلاقي الدرس هذا مشروح، يمكن مشروح بشكل مختلف، وفي أسئلة عليها، بإمكانك ترجع للإصدار القديم وتشوف أسئلة التمارين اللي عليها، يعني أنا حليتها معاكم. أنا حرفع الملف هذا وحرفع مجموعة ملفات تانية تمارين على الدرس هذا. أتمنى يكون واضح، وإن شاء الله نشوفكم على الحلقة القادمة في تكملة لـ pronouns. Thank you very much and see you next time. Bye bye.